صباح الخير روج باش جيجالي من بجرة. هذه هيفرين خلف، كانت تبلغ من العمر 34 عاماً، وهي زعيمة سياسية من أكراد سوريا. اكتسبت احترام المجتمع الدولي كشخص يسعى لإحلال السلام في المنطقة. مثلما قاومنا الإرهاب، مثلما قاومنا الاستبداد، مثلما قاومنا الطغيان، سنقف في وجه الاحتلال. في 12 من أكتوبر تشرين الأول صمتت إلى الأبد. نشر مقطع مصور لسيارتها التي اخترقها الرصاص متوقفة على جانب طريق الM4. إثمها تمها ما في بنوم مشهول، وكانت رجلة أظن أنه ملوية يعني. جثتها كانت مشوهة بشكل سيء، ترك موتها أثراً قاسياً على عائلتها. الجيش الوطني فار بسيارة مصفحة. تنجيها فينا من 5000 إنسان ده بأذى نازمك. ألقي باللائمة على أحرار الشرقية، الفصيل الذي يقاتل في صفوف الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، ولكن الفصيل أنكر مسؤوليته عن مقتلها. تحدثت بي بي سي عربي حصرياً مع شاهد عيان، بالإضافة إلى أعضاء من الفصيل وعائلة وزملاء هيفرين، واستخدمت أدوات المصادر المفتوحة للتحقق من مكان وزمان مقتلها. كان في اختلاف بين طبعي وطبع يعني. أنا كنت أحبس أني أشرب القهوة يعني صباحاً. الرفيقة هيفرين كانت تستيقظ باكراً يعني دائماً في الساعة 6 وبتطلع بكير مشان تلحق على عمله ونشاطاته. كانت نوبهار مصطفى وهيفرين خلف صديقتان وزميلتان عملتا معاً في حزب سوريا المستقبل، حيث كانت هيفرين سكرتيرته العامة. افتقدتها كأخت كرفيقة، وافتقدتها كقيادية لي ولأصدقائي في العمل. افتقدنا امرأة قيادية أرادت أن تعمل على تمكين النساء، عملت على أخوة الشعوب، عملت على السلام. كانت نوبهار دوماً تحذو حذو هيفرين في نشر سياسة الحزب الذي يدعو الأكراد والعرب إلى العمل معاً. شهادة الرفيقة هيفرين صار فراغ كتير كبير ضمن الحزب، لكن لا أنا ولا أحد من قيادات الحزب وصل لحالة الخوف. لابد أن نصل إلى هذه النهاية بحياتنا، بس بيضل هيك في حصة بقلبنا، لو ما طلعت بتلك الساعة، لو ما كانت مقررة تجي على الرقة. في 12 من أكتوبر تشرين الأول وفي حوالي الساعة 5:30 صباحاً، انطلقت هيفرين خلف من الحسكة مع سائقها فرهاد رمضان، اتجه غرباً على طريق M4 صوب مقر الحزب بالرقة. في وقت سابق من ذلك الصباح شوهد موكب عسكري يعبر الحدود السورية من تركيا. كان الموكب جزءاً من الجيش الوطني السوري، وهو عبارة عن مجموعة حاضنة ل41 فصيلاً معارضاً و70,000 جندي شكلتهم تركيا في عام 2019. تقاتل القوات الكردية في شمال شرق سوريا منذ انسحاب القوات الأمريكية وبدء العملية العسكرية التركية ضد أكراد سوريا هناك في أكتوبر تشرين الأول عام 2019. تتجمع هذه الفصائل في الداخل التركي، ثم يتم إرسالها إلى الحدود السورية لتنضم إلى العملية، كما يظهر في هذه المقاطع التي حصلت عليها البي بي سي عربي. يرحب بهذه القوافل وهي في طريقها إلى جبهة القتال. فصيل الجيش الوطني السوري الذي عبر الحدود في صباح 12 من أكتوبر تشرين الأول كان أحرار الشرقية. اللحظات الأولى وصول مجاهدين أحرار الشرقية إلى استراد الحسكة من بج. يعرف الM4 محلياً بالخط الدولي السريع، وكان يعتبر ممراً آمناً في تلك المنطقة. هذا الفيديو المصور
من قبل أحد مقاتلي أحرار الشرقية. يظهر الشمس وقد بزغت لتوها، مما يشير إلى أن الوقت كان ما بين 6:30 والسابعة صباحاً. هو الوقت ذاته الذي كانت فيه هيفرين على الطريق للوصول إلى مكتبها، ولكن لم تكن سيارة هيفرين بمفردها على الطريق في اليوم ذاته. هذه الفيديوهات تظهر أحرار الشرقية يوقفون سيارات أخرى. اللواء 123 يسيطر على الطريق الدولي طريق الحسكة حلب، وبهذا يكون واحتجزوا هؤلاء الثلاثة. اللواء 123 تفهم أحرار الشرقية يقوم بأسر ميليشيات البككي. لم تستطع بي بي سي عربي التأكد من إن كان المقبوض عليهم فعلا من مقاتلي حزب العمال الكردستاني أم لا. وفي هذا الفيديو الآخر يظهر الثلاثة المقبوض عليهم قبل أن نرى مشهداً صادماً. رجل آخر لم نتمكن من التعرف على هويته تم إعدامه. تعرفنا على ملامح أشياء في خلفية الفيديوهات، حواجز إسمنتية وأرض مرتفعة قليلاً، وعلى ما يبدو عمود اتصالات وطريق ترابي. عند مقارنتها بصور القمر الاصطناعي للمنطقة يمكننا رصد الفيديوهات إلى هذه النقطة. هذه هي نقطة تفتيش التروازية الواقعة على الM4. هذا يعني أن أحرار الشرقية كانوا يقتلون الأشخاص الذين يحاولون المرور من نقطة التفتيش التي كانت هيفرين متجهة إليها. إذن ما الذي حدث لسيارتها عند الاقتراب من نقطة تفتيش التروازية؟ أطلقت النار على السيارة، معظم آثار الرصاص نراها على الجانب الأيسر. ينتهي بها المطاف إلى جانب الطريق الرئيسي، نفق وعلى ما يبدو عمود للأسلاك الاتصالية ومبنى، أشياء ساعدتنا على رصد مكان السيارة. قال فصيل أحرار الشرقية لبي بي سي عربي إن عدداً من مقاتلي الجيش الوطني السوري كانوا بالفعل موجودين في نقطة تفتيش التروازية في ذلك اليوم، وقد أطلقوا النار على سيارة ادعوا أنها لم تتوقف، ولكنهم أضافوا بأنهم لم يقصدوا هيفرين لشخصها ولا يعرفوا كيف قتلت. لكن هذا الفيديو الذي بث عبر تليجرام يخبرنا بقصة مختلفة. لقد أحاط مقاتلو أحرار الشرقية بسيارة هيفرين. خنزير آخر فار تم تصفيته على هناك جثة على الأرض يعتقد بأنها لسائقها فرهاد رمضان. وفي هذه اللحظة يمكننا سماع صوت خافت لأنثى آت من داخل السيارة. لقد قمنا برفع درجة الصوت لتتمكنوا من سماعه. فار بسيارة مصفحة. يبدو أن هيفرين خلف كانت حية وقادرة على التعريف عن نفسها للمقاتلين عند توقف سيارتها. نبهار وزملاؤها فقدوا الاتصال بهيفرين وهي على الطريق. كان الاتصال على مدار الدقائق. بعد رفعوا الاتصال رجل غريب وعم بيحكي باللغة العربية، فقلت لها يمكن ما قتلوها، وهي امرأة سياسية وما نبي معترك ما نبي خندق الحرب، يمكن أخدينا أسيرة. فكتبت لهم رسالة خلوها سليمة واللي بدكم اياه نعطيكم. ولكن الأوان قد فات، كانت هيفرين قد أعدمت. مزارع طلب منا إخفاء هويته، كان مسافراً بالقرب من المكان حيث تواجد الفصيل. تقريباً الساعة 7:30 انسحب الفصيل بدون أي انسحب وعاف الجثث، كان يعني منظر بشع. عثر المزارع على 9 جثث عند نقطة التفتيش. رفضها القرين وحد يشيل معاي، يعني أنه يخافون تعرف أنت من التصفيات والأمور هاي. في 12:00 ظهراً وصلت جثة هيفرين مع 3 جثث أخرى إلى مستشفى المالكية العسكري. يوضح هذا التقرير الطبي أن أكثر من 20 طلقة رصاص اخترقت جسدها وتعرضت رجليها للكسر إلى جانب اعتداءات جسيمة أخرى. لقيت البنت على عند الجيب، أول شيء البنت كانت تبعد عن السيارة 5 أمتار تقريباً،
فقربت على الوجه لما شاهد وجهه، وكانت رجله أظن أنه ملوية يعني لوي مكسورة. كانت نوافذ سيارة هيفرين مضادة للرصاص وأغلبها سليمة، ما يعني أن الرصاص لم يطل ركاب السيارة، كما أن هيفرين كانت قادرة على التعريف بنفسها حين تم إيقاف سيارتها. هذا يجعلنا نستنتج أنها سحبت إلى خارج السيارة حية، ثم صفيت خارج السيارة على أيدي مقاتلي أحرار الشرقية. أدلت أحرار الشرقية إلى بي بي سي عربي بقولها: المجموعة التي نصبت الحاجز على M4 فعلت ذلك بدون إذن منا، من خالف الأوامر ستتم محاكمته، نكرر أن لا علاقة لنا بمقتل هيفرين خلف. لم ترد أنقرة الداعمة لجماعة الجيش الوطني السوري على طلب بي بي سي عربي بالتعليق على ما جاء في التحقيق. ألم الشهادة ألمه كتير كبير، فما بالك لما تعرف الطريقة التي استشهدت بها رفيقة هيفرين. سوريا دائما تبحث عن شخصيات ورموز قادرة أن تقوم بدورها الريادي في هذه الأزمة. الرفيقة هيفرين كانت تعمل على هذا المجال، فقدانها أيضا كان خسارة للسوريين، أنها فقدت من أعظم رموزها. حث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تركيا على البدء بتحقيق حيادي لمعرفة قاتل هيفرين خلف. وحتى بعد مرور شهور على إعدامها، فإن أيا من ذلك لم يحدث. منذ بدء الهجوم التركي على شمال سوريا، واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن العمليات العسكرية ضرورية لإقرار السلام ودحر ما وصفه بالإرهاب. تعتبر هيفرين واحدة من مئات الأشخاص الذين قتلوا بعد الانسحاب الأمريكي الذي خلف فراغاً أمنياً مكن فصائل الجيش الوطني المدعومة تركياً مثل فصيل أحرار الشرقية من العبث بالمنطقة دون رادع. يعني أصحصهم كسم الفيد إني أنا ما لأما تصعدها هيفرين من جنازة ويهات جني كردا ولدين كاتش آنين نابي هيفرين مرا كرنه هيفرين من ندا كتي بوري أزد بيجم هيفرين من الزحف بنا وهيفرين من الزحف ببن